لكن في البداية صديقي ما تنساش أفضل حاجة هنبدأ بيها فيديوهاتنا، وهي الصلاة على الحبيب. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا سيد الخلق أجمعين، سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. ما فيش شك طبعا إن أحمد سيد زيزو من أفضل اللعيبة اللي موجودة في الدوري المصري، ما فيش شك. أحمد سيد زيزو موهبة كروية مش هتتكرر كتير في الكرة المصرية. أحمد زيزو المعروف بزيزو هو لاعب كرة القدم المصري الذي يلعب كجناح في نادي الزمالك حاليا في الدوري المصري الممتاز. دعونا كده نلقي نظرة على مسيرة أحمد سيد زيزو. فنجان القهوة الجميل بتاعك وتابع معايا الحلقة للنهاية وادعمني باللايك علشان الحلقة دي توصل لكل الناس. هنتكلم الأول البداية والاحتراف، زيزو راح فين وجه منين وعمل ايه. بدأ زيزو مسيرته مع فريق المقاولين العرب، ثم انضم الى أكاديمية جي ام جي التابعة لنادي وادي دجلة. احمد سيد زيزو في الوقت ده انتقل الى اوروبا في 2014، انتقل الى نادي ليرس البلجيكي. ما كانتش افضل حاجة، حيث لعب اللاعب 77 مباراة سجل خلالهم 5 اهداف فقط. من الوقت ده زيزو قرر العودة الى مصر. في صيف 2019 انضم الى نادي الزمالك. احمد سيد زيزو في الوقت ده انضم الى نادي الزمالك، اصبح جزءا من الفريق الابيض، حقق معه العديد من البطولات بما في ذلك الدوري المصري الممتاز. الألقاب تضم مسيرته مع الزمالك، زيزو حصل مع نادي الزمالك على 6 ألقاب بما في ذلك الدوري المصري، كأس مصر، والسوبر المصري، والسوبر الإفريقي، ولقب الكونفدرالية. زيزو يعتبر لاعبا موهوبا ومحبوبا من قبل الجماهير الزملكاوية، ومسيرته القروية مليئة بالإنجازات والتحديات. ده بالنسبة لمسيرة أحمد سيد زيزو. تعالوا نتكلم على مميزات أحمد سيد زيزو الدفاعية في البداية. أول مميزات زيزو الدفاعية، تمام، زيزو بيمتلك حاجة اسمها قوة الدفاع. زيزو يتمتع بقوة دفاعية ملحوظة، يعمل بجد لمنع تقديم الخصم ويتفاعل بذكاء مع الهجمات المنظمة. زيزو بيتميز بالتحكم في الكرة، يمتلك مهارات تحكم رائعة في الكرة مما يساعده على الحفاظ على الكرة وتوزيعها بشكل فعال. رقم 3، التكيف السريع. زيزو بيستجيب بسرعة للتغيرات في اللعب ويتكيف مع أي موقف دفاعي. رقم 4، زيزو بيتميز بالتسديد من المسافات البعيدة، يمتلك قدرة على التسديد من المسافات بعيدة المدى مما يجعله خطر على المرمى وعلى أي خصم. زيزو بيمتلك التفاهم مع زملائه، يعمل زيزو بشكل جيد مع زملائه في الدفاع ويساهم في تنظيم الخطوط الخلفية. طيب بالنسبة للتحولات الهجومية، هنتكلم دلوقتي على التحولات الهجومية بالنسبة لأحمد سيد زيزو. زيزو رقم 1 بيمتاز ان عنده حاجة اسمها التهديف، يعني عنده حاجة اسمها يعني نغمة التهديف. زيزو يعتبر هدافا مميزا في صفوف نادي الزمالك. زيزو سجل في هذا الموسم 19 هدف في الدوري المصري مع الزمالك في موسم، وصنع 12 هدف. رقم 2، زيزو بيمتاز بالتسديد من المسافات البعيدة، يمتلك قدرة على التسديد من مسافات بعيدة مما يجعله خطر على المرمى. رقم 3، المراوغات والتمرير. يتمتع بمهارات ممتازة جدا في المراوغة والتمرير مما يساهم في تكوين الهجمات. رقم 4، زيزو بيتحكم في حاجة اسمها رتم أو التحكم في الكرة، يمتلك تحكما جيدا في الكرة وقدرة على الاحتفاظ بها. هنتكلم دلوقتي بقى عن العروض المقدمة لأحمد سيد زيزو. طبعا أحمد سيد زيزو من اللعيبة الأقوية جدا اللي احنا هنتكلم عنها بالنسبة للعروض.
أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك ومنتخب مصر تلقى عروضا للاحتراف خلال الفترة الأخيرة. من بين هذه العروض كانت هناك 4 عروض من الدوري الفرنسي بالإضافة إلى عروض من الدوري السعودي والإماراتي والكويتي. قيمة هذه الصفقات تتراوح بين 2 مليون دولار وإلى 2.5 مليون دولار، ولكن في نادي تاني، نادي سعودي، رفع العرض إلى 5 مليون دولار. ومع ذلك زيزو يؤكد أن تركيزه حاليا مع نادي الزمالك حتى نهاية الموسم، وسيناقش هذا الأمر مع النادي في حال وصول عرض قوي يفيد النادي ويفيد اللاعب. ده بالنسبة لقفة الاحتراف. أحمد سيد زيزو بالطبع لو سألت أي حد من جمهور النادي الأهلي تتمنى انضمام زيزو للنادي الأهلي قولا واحدا هيقول لك نتمنى. أحمد سيد زيزو من أفضل المواهب اللي موجودة في الكرة المصرية، ولو انضم للنادي الأهلي هيكون إضافة قوية جدا للنادي الأهلي. أول حاجة الزمالك، أحمد سيد زيزو نجم نادي الزمالك إلى النادي الأهلي، ومع ذلك في هناك نفي رسمي من إدارة النادي الأهلي ووالد زيزو بشأن هذه الشائعات. والد زيزو بيؤكد إن أحمد سيد زيزو زملكاوي ولن ينتقل إلى النادي الأهلي. هناك ضغط شديد من والد اللاعب على إدارة نادي الزمالك لتحقيق حلم اللاعب والاحتراف الخارجي. طبعا إدارة نادي الزمالك مرعوبة حرفيا من رحيل زيزو وعودته إلى مصر إلى النادي الأهلي. أحمد سيد زيزو، إدارة نادي الزمالك ولجنة التعاقدات بتحاول على قد ما تقدر إنها تحط بنود في العقد تتيح عدم عودة اللاعب إلى مصر إلا بموافقة نادي الزمالك، أو عدم اللعب في أي نادي في مصر إلا بموافقة نادي الزمالك. أحمد سيد زيزو لو انتقل للنادي الأهلي هتبقى بمثابة صفقة القرن اللي كل الجماهير كانت بتدور عليها، وهتكون ضربة موجعة جدا لمجلس إدارة نادي الزمالك. أحمد سيد زيزو وفقا للأخبار حاليا وفي الوقت الحالي ليس هناك أي مفاوضات حاليا لانتقال زيزو إلى النادي الأهلي. يبدو أن مستقبله مع الزمالك مهدد في هذا التوقيت، حيث أن زيزو يعني في عروض كتيرة جدا جياله، واللاعب رافض الاستمرار مع نادي الزمالك ومؤيد وبشدة فكرة تجربة الاحتراف، خصوصا أن زيزو يعني من اللعيبة اللي بتلعب تحت ضغط كويس جدا، ومن اللعيبة الموهوبة اللي ممكن تفيد نفسها قرويا سواء على المستوى الخارجي أو على المستوى المحلي. طيب هل زيزو لو رحل على نادي الزمالك هل كده هيبقى كوبري للعودة للانضمام للنادي الأهلي؟ قولا واحدا في حالة رحيل أحمد سيد زيزو عن نادي الزمالك استبشر خير، وبقولك هيبقى بنسبة 90% عودة زيزو لمصر هتكون هي الانضمام إلى النادي الأهلي. ده بالنسبة لقصة أحمد سيد زيزو. اللينا من وجهة نظرك، هل رحيل زيزو عن نادي الزمالك بخمسة مليون يورو هيحل أزمات نادي الزمالك المالية ويخلي الزمالك يجيب صفقات، وممكن الزمالك يجيب صفقة أفضل من زيزو، ولا بقاء زيزو في الزمالك هو أقوى وأفضل من أي مال؟ أنا مستني رأيكم في التعليقات. بشكرك يا صديقي إنك استكملت معايا الحلقة للنهاية. استنونا إن شاء الله في حلقة جديدة، وفضلا وليس أمرا ادعمنا بلايك وشير للفيديو علشان نوصل الحلقة دي لكل الناس. شكرا يا صديقي إنك استكملت معايا الحلقة للنهاية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.